احتضن المركب الإداري لهيئات المحامين بأكادير صباح اليوم الجمعة الثالث من دجنبر الجاري افتتاح أشغال ندوة وطنية حول موضوع المحاماة بالمغرب إلى أين، وذلك في إطار الذكرى الثامنة لليوم الوطني للمحاماة. ننظم اليوم ندوة بمناسبة الذكرى الثامنة لوقفة الكرامة، الوقفة التي نظمها المحامون بدعوة من مركز هيئات المحامين بالمغرب أمام مقر البرلمان بالرباط، لنؤكد على أن الظروف لم تتغير إن لم تكن قد تفاقمت أصلا، لنؤكد بهذا الحضور على أن هناك وضعا لقطاع المحاماة لأسرة الدفاع يتعين إيلاء العناية به، ليس فقط على مستوى صنع القوانين ولكن على مستوى أن تعي الدولة وأن تعي مؤسسات الدولة على أنه لسنا إلا وظيفة عمومية يقوم بها السادة المحامون نيابة عن الدولة، هو الدفاع عن المواطن المغربي وعن حقوق المواطن وعن حرية المواطن المغربي. الندوة التي ستستمر على مدى يومين ستعرف عددا من المداخلات من تأطير ثلة من المحامين ورؤساء جمعيات هيئات المحامين السابقين والنقباء المحامين المغاربة بالخارج وممثلي الإطارات المهنية الشابة الوطنية المختلفة، بغاية تسليط الضوء على واقع مهنة المحاماة وأفاقها المستقبلية وتحديات تعديل قانون مهنة المحاماة بما يتماشى ويتلائم مع العولمة ودور المحامين الأساسي في منظومة العدالة. كما سيتم وضع حجر الأساس لنادي هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وقلميم والعيون بالمدينة السياحية لأكادير. الندوة اليوم ليست ندوة تكوينية ولا ندوة علمية، بل هي ندوة تحرك الواقع وتسائله، واقع المحاماة في المغرب، واقع المحامون، وتحاول أن تكشف أو تعلن عن الحلول الممكنة في ظل المتحولات التي يعرفها المغرب. اليوم نحضر أشغال هذه الندوة العلمية الهامة جدا، ندوة تتعلق ووضعت سؤالا المحاماة بالمغرب إلى أين، لأنه بالفعل المتتبع لمهنة المحاماة ولمهنة المحامين بالمغرب تستدعي بالفعل طرح هذا السؤال، لأن المحامين أصبحوا يعيشون مجموعة من المشاكل جمة، سواء تتعلق بالممارسة المهنية لمزاحمة المحامين في مهنتهم والقيام بوظائفهم ومهامهم من طرف أشخاص آخرين غرباء على المهنة، وهو ما يشكل خطرا على هذه المهنة. اليوم فعلا نعيش عرسا مهنيا كما تلاحظون بمناسبة الذكرى الثامنة لليوم الوطني للمحاماة، وهي فكرة حديثة جديدة، وبالتالي تنم على أن المهنة فعلا تحاول من خلال الجسم المهني ديالها الذي أصبح اليوم يتسع بفضل الشباب الوافد إلى المهنة والذين نتطلع فيهم خيرا كبيرا لهذا الوطن، وبالتالي فهذه من المناسبات التي نستحضر فيها حوارات ونقاشات ونرسم خطط الطريق، والكل فقط لبناء وطن جميل. المحامون أحسوا على أنهم لابد أن يتحركوا، لابد أن يتفاعلوا، لابد من طرح قضاياهم، لابد من الدفاع عن مهنة المحاماة، لابد من إبداء رأيهم بخصوص مجموعة من القوانين، وخاصة قانون المشروع ديال القانون المسطرة المدنية، المشروع ديال القانون الجنائي، المشروع ديال القانون المسطرة الجنائية. وهذه القوانين تهم بالدرجة الأولى حقوق المعتقلين، حق الدفاع، مجموعة من الإجراءات المسطرية التي تهم المواطن المغربي بصفة عامة، كتهم الحقوق والحريات.